الكلام ده؟ ما بيعرفش يسوق ده ولا ايه؟ بقاء لله يا ريس. آمين. فارس يا ابني يا ابني معلش يا ابني يا ابني يلا فارس مش قادر بسرعة معلش معلش خليك معايا شوية استحمل استحمل يا فارس استحمل يلا يا رجالة هتموت حسن
فيه معايا. زكريا لو قربت من هنا انا وهو هنموت. هتعمل ايه يا زكريا؟ هتعمل ايه؟ سامحني يا ابن عمي بس الدار لازم يتاخد. قضي الأمر. اللي بيحصل اشبالي زكريا بره ومعاه رجالة وسلاح. زكريا طب هات لي سلمى من فوق. انا هعرف اجيبه. تعالي اتصل احمد ظهر لازم اخش العطس. زكريا ها تحب نبدا بمين الاول؟ تشتغل على مين الاول يا زكريا؟ اختك ولا مرتك؟ اوعى تروح ليش يا زكريا؟ هو عايزك تروح له. لو رحت له هيقتلك ويقتلنا. صعبه دي صح؟ يبقى تعجل كده وتعرف انك بتكلم واحد معاه شهاده معامله اطفال. مجنون يعني؟ حماويتك يا عبد الله حماويتك. خلي رجالتك للمسلحه. لو وقعت تحت ايدي مش هرحمك. سيبهم. هتعمل معايا زي ما عملت مع متولي؟ هتضحي بيهم زي ما ضحيت بيهم؟ ها حماويتك. قصر في الكلام يكسر يا زكريا واسمع اللي بقول لك عليه. خلي رجالتك يرموا سلاحهم. ها فكرت؟ اختك ولا مرتك؟ اقول لك اخليك تخسر الاثنين ولا نعملوها زي زمان ايام الدار. انت تختار وانا اختار عكسك. قول يا زكريا ما تخافش. هتموت يا عبد الله. We'll be right back.
زعلانين من بعض، طمعانين في بعض، بس في وقت زي ده ما بنفتكرش غير كلمة اخوات. قالوا لي اقتل اخوك بده. خليك جنب مرات اخوك. ليه يا عبد الله؟ انت اكتر واحد عارف يا زكريا انا عملت ليك دي. عشان انا عارف. قلت لك قبل كده في المكان ده انك شيطان ومش عارف تغوي غير نفسك. ده حق ابوك اللي انت موتته، وده حق اخويا اللي ضربته في رجله، ودي عشان هايدي. الكرسي ده ابو علي ما بيشيلش غير واحد بس. هتقتل اخوك يحيى؟ ما هي الحكايه كده ابو علي؟ اللي اتظلم في حياته بيتظلم في مماته برضه. وانا وانت اتظلمنا كتير. بس انا ما عنديش استعداد اموت النهارده. ليه حد يموت؟ عشان حد يعيش. واللي بيتظلم ما بيظلمش. بلاش تظلم نفسك وتظلمنا كلنا معاك. ما بتشيلنيش انا حمل السنين اللي فاتت. واشيله انا ليه؟ واشيله انا كمان ليه؟
عشان في حد لازم يشيل ابو علي. عشان يبقى أهبل اللي شايف إن اللعبة دي خلصت. ما خلصتش ومش هتخلص دلوقتي. مفيش شجرة بتتشال من جذورها بالسهولة دي، والعطارين جذورهم ممدودة لسابع أرض، وإحنا لازم نبقى جاهزين للحرب اللي هتحصل. الجزء التاني من مهمتك بدأ، يلا تقدر تتفضل دلوقتي.